السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذي الأعزاء، سوف أقدم لكم نموذج الامتحان الموحد المحلي لدورة يناير في مادة العلوم الفيزيائية للسنة الثالثة إعدادي. إذن بالنسبة للموحد يتضمن جميع دروس الدورة الأولى. إذن بالنسبة للموحد يتضمن 3 ديال التمارين. التمرين الأول على 8 نقاط يتطلب الإجابة عليه بضبط الموارد والمفاهيم ديال الدرس. التمرين الثاني يعني تطبيق على شكل تطبيق، والتمرين الثالث على شكل وضعية يجيب على التلميذ. إذا بالنسبة أولا التمرين الأول 8 نقاط. أولا إملاء الفراغ بما يناسب. إذا هنا بالنسبة للصدى طبقة مسامية للهواء قابلة للتفتيت مما يجعل الحديد باستمرار. للكشف عن الكاتيونات نستعمل محلول، وللكشف عن الأنيونات نستعمل محلول. يفوق عدد أيونات الهيدروكسيد وأشموا في المحاليل. إذن ثانيا أجب بصحيح أو خطأ. سيانور الهيدروجين HCN غاز سام ينتج عن احتراق البولي أميد، دونك البولي أميد نوع من البلاستيك. الفلزات موصلات جيدة للكهرباء وعازلة للحرارة. ينتج تفاعل حمض الكلوريدريك مع الزنك راسب أبيض هلامي. الكاتيون عبارة عن ذرة اكتسبت إلكترونا أو أكثر. ثالثا ضع علامة X أمام الإجابة الصحيحة. إذا تتكون المواد العضوية أساسا من ذرات الكربون والهيدروجين، الكربون والهيليوم، الكلور والهيدروجين. يتميز فلز الحديد بلون أحمر أجوري بانجذابه إلى المغناطيس، يطفو فوق الماء المالح. إذا هادو كيتسموا الخصائص الفيزيائية للمواد. إذا يتكون رابعا يتكون أي الكبريتات من ذرة واحدة، من ذرة واحدة كبريت وأربع ذرات أكسجين مرتبطة ويحمل شحنتين ابتدائيتين سالبتين. نعطي عدد الكترونات ذرة الكبريت هو 16 وعدد الكترونات ذرة الاكسجين هو 8. اعطي تعريف الايون، اعطي صيغة هذا الايون يعني رمز الايون. ما نوع هذا الايون كاتيون ام انيون، وحسب عدد الكترونات هذا الايون. اذا انطلاقا من رمز الايون ممكن نحسبه عدد الكترونات هذا الايون متعدد الذرات. ضع علامه اكس في الخانه المناسبه. جسم ام ماده، دونك الالومنيوم، كتاب، متعدد سترين، نافذه، زجاج، خاتم فضه. اذا التمرين الثاني يعطي الجدول التالي قيم بي اش المحاليل المائيه مختلفه. المحلول S1 S2 S3 S4 قيمه البي اش. إذا صنف المحاليل حسب قيم بي اش. دونك صنف المحاليل السابقة داخل الجدول. رتب المحاليل الحمضية حسب تناقص الحمضية. اقترح طريقة للنقص من خطورة المحلول S1، يعني للحد من خطورة S1. غادي نشوفوا لا سويت ديال التمرين. دونك لا سويت ديال التمرين هي هذه. اذا ثانيا الجزء الثاني عند تفاعل الحديد Fe مع ثنائي الاكسجين ينتج اكسيد صيغته Fe2O3، يعني هذه كتسمى اكسدة الحديد. اعطي اسم الاكسيد دي الصيغة Fe2O3. ما اسم هذا التفاعل الكيميائي؟ عبر عن هذا التفاعل بمعادلة كيميائية متوازنة. فسر لماذا يتم
صباغة الأبواب المصنوعة من الحديد خصوصا في المدن الساحلية، يعني في المدن التي تحتوي على البحار. نصب كمية من محلول حمض الكلوريدريك في أنبوب يحتوي على مسحوق الحديد، فنلاحظ تصاعد غاز وتكون محلول إكس. يعطي اسم الغاز الناتج وكيف يتم الكشف عنه؟ إذا التجربة درتها في الدرس. دونك للكشف عن الأيونات المتواجدة في المحلول إكس، نأخذ عينة من هذا المحلول ونضيف إليها قطرات من محلول نترات الفضة، فيتكون الرسيب أبيض يسود تحت تأثير الضوء. يعطي اسم وصيغة الرسيب المتكون، يعطي اسم وصيغة الأيون الذي تم الكشف عنه. اكتب معادلة هذا الترسيب. نضيف إلى عينة أخرى من المحلول إكس قطرات من محلول الصودا، فنلاحظ تكون الرسيب أخضر. إذا الرسيب الأخضر يعني ينتج عن أيون ذو لون أخضر. اعطي اسم وصيغة الرسيب المتكون، اعطي اسم وصيغة الأيون الذي تم الكشف عنه. إذا بالنسبة لهذا الدرس هذا خاصك تكون عارف الأيونات والألوان المميزة لها. استنتج اسم وصيغة المحلول إكس، اكتب المعادلة الحاصلة لتفاعل حمض الكلوريدريك مع الحديد. التمرين الثالث على شكل وضعية. خلال حصة الأشغال التطبيقية لمادة الفيزياء، قام يونس بغام الكرة نصفها العلوي من النحاس ونصفها السفلي من الزنك في إناء يحتوي على محلول حمض الكلوريدريك، فلاحظ تآكل نصفها السفلي مع تصاعد غاز كما توضح الوثيقة جانبه، فتساءل عن سبب تآكل النصف السفلي من الكرة فقط. إذا التجربة كتوضح، دونك عندنا التجربة هنايا كتوضح حمض الكلوريدريك كرة تصاعد غاز بعد غمر الكرة في حمض الكلوريدريك. إذا بالنسبة لنا يعني أولا فسر ليونس سبب تآكل النصف السفلي من الكرة. إذا لماذا لم يحدث نفس الشيء للنصف العلوي من الكرة؟ يعني بطبيعة الحال بعد غمر الكرة بأكملها في حمض كلوريدريك. إذا علمت أن المحلول الناتج عن هذا التفاعل يحتوي على أيونات الزنك زيدين دو بلس، اقترح طريقة تجريبية للكشف عن أيونات الزيدين دو بلس في المحلول مع ذكر النتيجة المحصل عليها، يعني مع ذكر الرسيب المحصل عليه وصيغته الكيميائية. قدم ليونس احتياطين وقائيين أثناء استعمال المحاليل المركزة. دونك إذن هنا اقتراحين دونك للتعامل مع المحاليل الحمضية القاعدية المركزة. إذن نتمنى أنكم تجاوبوا على هذا الفرض هذا، واللي عنده شي ملاحظة ولا شي تعليق يدير ملاحظة ديالو. وشكرا على انتباهكم، وإلى اللقاء في فرصة قادمة بحول الله.